هننتقل كمان لدور القوى الناعمه في يعني نهوض مصر او جزء من يعني تاثير القوى الناعمه لان ده مهم قوي. من جريده المصري اليوم احنا حابين بس نعلق على عنوان لمقال مهم في الحقيقه وتحت عنوان موسيقى الهجان تنبض بالحياه في البحرين عندما تصبح النغمه الموسيقيه هي عنوان مصر الوطني. طبعا دي رائعه الموسيقار الراحل عمار الشريعي رأفت الهجان. انت عارف انه في البحرين اثناء استقبال الرئيس تم عزف المقطوعه الموسيقيه دي وناس كتير طبعا على عدم يعني وعي قوي قعدت تنتقد الموضوع ده على الفيسبوك. عايزين نتكلم في الجزئيه دي وازاي ان احنا نقدر نستغل القوه الناعمه في التاثير لانه بلا شك هي اعتقد اسرع وسيله للتاثير او تشكيل وجدان الشعوب. صح، بس انا ما عنديش مشكله خالص في الناس اللي على الفيسبوك اللي بتنتقد. انتقدوا براحتكم، لكن تاثيركم او حجم تاثيركم لو جيت عملت قياس راي عام حجم تاثيركم ضعيف جدا. لانه عمار الشريعي رحمه الله عليه مقطوعاته معروفه، العلاقه ما بين مصر والبحرين معروفه، جلاله الملك والسيد عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد علاقه قويه جدا. يعني ازاي نقدر نستغل القوه الناعمه في علاقتنا مع الدول؟ انا مع حضرتك ولكن انا عايز اوصل بس للجزء الاخير، لانه النهارده الحد مصر بدات تجرم القانون الاخبار الكاذبه على الفيسبوك، وبالتالي اي حد هينتقد نقد بناء يحترم. اي حد هيحاول مش بس يشكك يفبرك اخبار كاذبه، لا، في قانون هنا هيحاسبك. القوه الناعمه، القوه الناعمه دي اهم حاجه، والحقيقه هو تم تطويرها لان تصبح القوه الذكيه يوما من الايام، اللي هو خليط مثلا القوه الناعمه في مصر. يوما من الايام كانت الافلام والموسيقى وموسيقى ام كلثوم وموسيقى ليلى مراد وموسيقى عبد الوهاب وموسيقى العندليب الاصمل عبد الحليم حافظ، يوما من الايام كانت هذه الحفلات كان بيؤخذ ريع هذه الحفلات للمجهود الحرج. صحيح. شوف انا عايز اوصل حضرتك لايه، كانوا بيروحوا يعملوا حفلات في الدول العربيه البحرين والامارات والسعوديه وياخدوا فلوسها للمجهود الحربي، وبالتالي القوه الناعمه كانت في مصر أو الثقافة عامة، الكتب والقراءة والقصص وقصص عم نجيب وقصص إحسان عبد القدوس مع احترامي لكل الأسامي أساتذتنا طبعا، دي كانت بتأثر في الدول العربية من المغرب العربي حتى المشرق حتى الخليج حتى الدول الأفريقية. لذلك بعد أي كبوة في الوطن بيبتدي يحصل نوع من الركاكة في مستوى الفنون اللي بتقدم في مرحلة كده بتبقى سيئة جدا سواء بعد الحرب. نحن نعيشها مع الأسف الشديد، واضطرينا ان احنا نلجأ لمقطوعة الموسيقار عمار الشريعي رأفت الهجان. بنفكر الناس بقى يعني يمكن كانت البداية او اول لمحة لأهمية القوة الناعمة كان تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرج مسلسل جراند أوتيل، وده كانت اللفته دي كانت مهمه جدا من سياده الرئيس لانه يعني عايز يشير لاهميه الفنون الراقيه او مستوى العمل الراقي اللي هو ده اللي احنا محتاجينه. مظبوط، احنا لازم يعني نرجع، عارفه دايما يقول لك احنا البلد الوحيده اللي زمن الفن الجميل. صحيح، احنا عايزين نرجع لان تكون الموسيقى هي موسيقى. انا جمعني لقاء بالموسيقار هاني شنودة ومفيش مانع ان احنا ممكن نعكس قريب السلبيات ولكن نعكسها بلمسه الفنان، يعني لازم نحط الامل نحط الايجابيه طبعًا في الموضوع. طبعا انا بقول لحضرتك انا جمعني لقاء بالموسيقار هاني شنودة، والحقيقه هو عزف حاجات كتيره جدا وعمل افلام كتيره جدا وعمل موسيقى فظيع يعني. صحيح. فنان 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 طبعًا كل ما تحمل الكلمه من معنى، واتكلمنا في موضوع القوى الناعمه. طبعًا. هو شايف ان كل الموسيقى الحاليه من مهرجانات الخ حتى الافلام ما بقتش بتاثر في الأجيال الجديدة في الوطن العربي، بمعنى أن تكون الثقافة المصرية اللي هي بقى بتنعكس في الأفلام والمسلسلات ما أصبحش ليها تأثير خالص دلوقتي على الشعوب العربية. يعني نقدر نقول أن دي إفرازات سلبية نتيجة حدث ما حصل. إحنا بنتكلم على تغير في المجتمع المصري، خلينا نكون واضحين، فيه حصل تغير في ثقافة ولا نقول خلي ده موجود ويبقى عندنا تنوع؟ لا، احنا هنا بنرجع، شوفي احنا رجعنا لعمار الشريعي، رجعنا لام كلثوم، رجعنا لرأفت الهجان. خلاص، مفيش حاجه دلوقتي ما بقاش فيه مساحه، يعني حتى لو في ناس احنا عندنا مبدعين ولكن مش واخدين فرصهم الفنيه علشان يقدروا ان هم ياثروا في الشعوب العربيه والاجيال الجديده جوه الشعوب العربيه. يعني شوفي مثلا لما تروح المغرب العربي في الجزائر وتونس والمغرب بيعرفوا اللغه العربيه كانت من افلام عادل امام واحمد زكي. هو اصلا بالنسبه لهم عادل امام الزعيم يعني بالظبط كده، انما دلوقتي خاصه جدا. تعالي دلوقتي في لبنان ايام الحروب كانوا بيتفرجوا بس على افلام عادل امام، تعالي شوفي دلوقتي قولي لهم اتفرجتوا مثلا على فيلم الفلان او الاعلان، مش هتلاقيهم اتفرجوا. طب سمعتوا اغنيه كذا الفلان، مش هتلاقيهم سمعوها.